ها الآن وفي الفرص بين الجلسات خلقها الذكاء الاصطناعي، وهذا الفن، هذا الارت الذي ترونه حولنا على الجدران ايضا خلق من ويمكن يعني يثير الاهتمام من ناحية البصرية ومن ناحية ايضا من ناحية التقارير التي نسمعها. في الامس كان يوما علميا، وأما اليوم فنتكلم عن الأعمال وسنتابع ذلك. ومعكم فيلساكوم والمؤتمر الثامن وهو في الرحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي. اليوم الكثيرون يتطلعون نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو يساعد ممثلي الأعمال ليزيدوا من أعمالهم، وسيتحدث أكثر عن ذلك. وهو رئيس مجلس إدارة ASDN PhD السيد كوخ تشين تيان، وموضوعه من البيانات إلى التطور المستدام للكوكب والناس والربح، قوة الذكاء الاصطناعي للأعمال والمجتمع. إذن أرحب بكم جميعا، وأعتقد أننا نعرف أن العالم في العالم هناك أزمات مرتبطة ببعضها البعض، وهناك موضوع استدامة استخدام الموارد و الترتيب العالمي أيضا في أزمة، وهناك عدم الاستقرار الجيوسياسي والنزاعات، وهناك مخاطر أخرى أيضا موجودة يمكن أن تتحقق. على سبيل المثال إذن هو زعزعة للأصول الاجتماعية، وفي الآن ذاته يمكن أن نرى أو نتوقع تجنيدا للقوى وفي حل المسائل العالمية، وتظهر لدينا الآن إمكانيات جديدة للأعمال وللحكومات وللمجتمعات، ولدينا إمكانية بناء مستقبل مستدام. وقد التقينا هنا في موسكو في هذا المؤتمر، وهو رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي، والخبراء والقادة يتحدثون عن استخدام الذكاء الاصطناعي وعن استخدام البلوك تشين وغيرها من التقنيات الحديثة المستخدم في الـ AIG. هناك أنواع مختلفة من الاقتصاديات وفي شركات مختلفة، وجميعها تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي. وأرحب بكم جميعا، أنا من ماليزيا، اسمي كوخ تشين تيان، ودعونا نبدأ رحلتنا. نحن في حاجة إلى استخدام كافي أكثر والوصول إلى المستقبل المستدام للكوكب وللربح المستدام للأعمال. يجب علينا استخدام قوة الذكاء الاصطناعي. الناس يقولون كثيرا ما يقولون بأن الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء الجديدة، ولكننا الآن نقول بأن الذكاء الاصطناعي هو تقنية من يعني عامة، ويمكن لها أن تدخل في الكثير من القطاعات، وهو كالكهرباء التي منذ 100 عام، الكهرباء التي غيرت جميع القطاعات وجميع المجالات. والآن حان الوقت لكي يغير الذكاء الاصطناعي من المستقبل. إن موضوع الذي أريد أن أناقشه معكم هو الموضوع التالي. السؤال:
كيف للذكاء الاصطناعي أن يستخدم للوصول إلى التطور المستدام، وكيف لنا أن نخلق ذكاء اصطناعيا مستقرا، وذلك للوصول إلى شركات أعمال مستدامة. وذلك إذا الذكاء الاصطناعي في سبيل التطور المستدام. دعونا نأخذ مثلا التجارة وتجارة التجزئة. في كنحن كبلد آسيوي لدينا خدمة شوبي ولازادا، ولدينا أيضا تيك توك، أيضا يستخدم للتجارة الإلكترونية الاجتماعية. ارفعوا يدكم من منكم لم يسمع بتيك توك. نعم، لم أرى أي يد مرفوعة. إنهم يستخدمون الذكاء الصناعي لشخصنة الاستشارات، وذلك عن طريق الشات بوت. وإنها ليست فقط ابتكار، بأنها تأمين لكفاءة وتحسين اللوجستيات وطرق إيصال البضاعة، وبإمكانها أن تنقص من الأثر الفحمي الكربوني ومن قذف ثاني أكسيد الكربون وغيره. وإضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يعطي الأسس الإدارية القيادية الأساسية، ويتوقع ويمكن له أن يتنبأ عن سلوك بعض المستخدمين في الشركات، وأن يعطينا بعض التوجهات. يمكننا استخدامه في الزراعة، ويمكن استخدام الابتكارات في الزراعة وفي بلاد كالهندي والصين، ويمكن أن يرفع من مستوى المحاصيل، ويستخدم تحليل التربة، وكما يستخدم التنبؤ في كميات أو حجم المحاصيل في الهند وفي الصين. إذن على سبيل المثال، ففي الهند هناك شركات كروبين وتريس إكس، وهي تتحدث عن صحة المحصول، تعمل في مجال صحة المحصول، وتستخدم الصور التي التقطت من الأقمار الاصطناعية. أما في الصين فلدينا هناك بيندودو وإكس أي جي، شركات التي تعمل بشكل فعال وتمول في الذكاء الاصطناعي، وذلك للاستخدام الواسع في مجال الزراعة، وهم يقومون بمراقبة كبيرة ويقومون بأتمتة العمليات، ويستخدمون بذلك أيضا المسيرات. هناك مشكلة ملحة في مجال الاستراتيجية وتأمين الأمن الغذائي، ولذلك فإن الدولة تمول في الذكاء الاصطناعي لإدارة وتنبؤ في مجال الزراعة. أما في مجال الصناعة فإن شركتنا وفي بلادنا تستخدم البلوك تشين وإنترنت الأشياء، وذلك لكي تراقب البضاعة التي تباع للزبائن وحقيقتها، بضاعة الاستهلاك والأدوية وفي الأغذية. هذا شيء مهم جدا، لأن الجودة مهمة جدا في تلك البضائع، ونحن نرى أنه في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي أمريكا هناك بضائع تستخدم مثل هذه الحلول في الشفافية. وأيضا نحن نعطي المعلومات الإحصائية التحليلية في مجال سلسلة التأمين التوريد، ما ونحن نلعب دورا كبيرا في تحويل إدارة
سلسلة التوريد ونرفع من كفاءة ذلك لكي تكون سلسلة التوريد موجهة نحو الزبون. هذه بعض من المشاريع التي نعمل عليها الآن. رقمنة كاملة لمنظومات التمييز الأساسية. في سنوات انتشار الرقمنة هذه البلدان بروني، اندونيسيا، سنغافور، تايلاند اصبحت يعني بلدانا او تحولت الى قاطرة في القطار، في قطار الرقمنة في مجال مواد الغذائية، وكذلك في منظومة التمييز. تعرف انه الناس من اندونيسيا عند عملهم في بلدان الاخرى هناك الكثير من المهاجرين وهم يشتغلوا في البلدان الاجنبية، وكانوا محتاجين الى تقديم خدمات المصرفية. وفي هذه البلدان تم وضع البرامج الخاصة لكي تكون تحقيق تمييز الوجوه، وحتى تكون هناك فرص لتوصيل إلى خدمات المصرفية. في إندونيسيا يتم توفير الأمن وسرية المعلومات في إطار إنجاز المنظومات من أجل عمل المواطنين في مجال تقديم الخدمات الحكومية. يتم استخدام أجهزة تمييز بما فيهم للأجانب لتوفير السرية. AI is also used for الذكاء الاصطناعي أيضا يستخدم للمؤسسات لتشجير في مجال التشجير وإعادة زرع الغابات. توجد هناك آلات مختلفة لتوفير منتجات نظيفة، منتجات مضادة لقذف هذا الانبعاثات للغازات المضرة، وهذا شيء مهم جدا، وهذا طريق إلى 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 توصل إلى إزالة الانبعاثات الكربونية. ومهم جدا في مجال المناخ، كل دولة في هذا المنطقة هي تساهم مساهمة في هذا المجال. في مثلا في الصين يتم تركيز على صناعة الإسمنت، وقامت الدولة بتخفيض انبعاثات الغاز. إندونيسيا ملتزمة أيضا لفكرة إعادة تشجير الغابات، هذه خطوة جيدة نحو. وفلبين أيضا هي يعني دولة ريادية هي في هذا المجال. وفي تايلاند أيضا هناك يوجد حلول ثورية في مجال مكافحة النفايات ومعالجة النفايات. يوجد هناك برامج المختلفة لتخفيض الانبعاثات إلى الفضاء. ماليزيا يوجد مصفق CO2، وهذا أول مصفق الذي يسمح بمبيعة القروض في هذا المصفق، ويتم تحديد الآليات المالية من أجل استدامة ومن أجل حماية البيئة المحيطة. والمالازيا قد وصلت في سنة 50 كيف يتم
استخدام الذكاء الاصطناعي، كيف يتم تصنيعه، كيف نوفر استدامة الذكاء الاصطناعي. ونتكلم عن توسيع خوارزميات لفعالية التقية، لابد من تصنيع النماذج التي تتطلب ليست قدرات خفيفة أو أقل، ولابد من الضروري إنه لتخفيض استهلاك أو نسبة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثنائي كربون أكسجين. البنات المختلفة يمكن أن تكون يجب أن نستخدم مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الجديد لنماذج الذكاء الاصطناعي من جديد، وذلك شيء هام بالنسبة للبيئة، لحماية البيئة. ويجب أن نستخدم إن مثل هذا النهج يسمح لنا بأن نقتصد في الموارد، وأيضا فباستطاعتنا يجب علينا أن نقول بأن الشيء الثاني، الفكرة الثانية هو أنه يجب علينا أن ننتقل إلى الذكاء الاصطناعي الشفاف المستدام، ويجب أن نناقش ذلك في الصحة وفي الحقوق وفي غيرها من المجالات. ومن المهم جدا أن تكون عملية اتخاذ القرار مفهومة وشفافة. إن هذه الشفافية ستؤمن الثقة لنظم الذكاء الاصطناعي، ويجب علينا أن ننظم تقارير مفهومة أيضا عن ذلك لكي نزيل تلك الأشياء السلبية، وذلك لأن تلك التقارير التي شيء هام جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا إمكانية مراقبة الذكاء الاصطناعي أيضا شيء هام. يجب أن يكون هناك يعني تقارير لعمليات لتلك القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، ولكي تكون قابلة للدراسة أيضا. وأخيرا ومن ناحية الأخلاقيات، يجب علينا أن تكون نظم الذكاء الاصطناعي لا تحتوي على أي تحريفات، ويجب عليها أن نكون يعني دائما جيدين في موضوع الداتا سيتس، تعليم الداتا سيتس وفي تعليم تلك النماذج، وأن نؤمن سرية المعلومات هو شيء هام جدا، ويجب أن تكون لدينا آليات قوية تؤمن لأمن حماية المعلومات. إن هدفنا هو أن نصنع نموذجا للذكاء الاصطناعي لا يوزع أو يعمم المعلومات السرية الخاصة. والآن ننتقل إلى الجوانب الأخرى وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصنع الأعمال المستدامة، وذلك في تلك الأسواق الضيقة. وما هي الأسواق الضيقة؟ Let us now look at this graph here. On the left side, you have the most. دعونا ننظر إلى هذا الخط البياني الآن. المشاكل ذات الحدوث المتكرر، التوتر الكبير، وهو يعني عندما نتحدث عن الدعاية وتوجهها نحو والتي يستخدمها العمالقة كجوجل، واحتلوا
احتلوا أسواقهم، ولكن هل توجد هناك إمكانيات أخرى بالنسبة للشركات الناشئة وللشركات الأصغر؟ يجب علينا أن ننظر إلى المشكلة ذات التأثير البعيد، وذلك في الأسواق الضيقة، وذلك لحل مسائل محددة. دعونا ننظر إلى عملية صنع الفكرة من بواسطة الذكاء الاصطناعي. هناك مثلا تحسين الملاحة البحرية، وذلك للاقتصاد في الوقود. إنه ليس استخدام ابتكاري، بل هو خطوة إلى الأمام نحو المستقبل المستدام، وهو أداة في الرعاية الصحية. ويمكن أن تثير ثورة في طرق استخدام تلك التقنيات التي يمكن أن نستخدمها، وذلك للملاحة البحرية، أيضا للملاحة في الطرق، والشيء الذي نستطيع أن نقوم به أيضا كما في الطرق كما في البحار. كما قلت لكم في الصحة، في رعاية الصحة هناك اجتهادات كثيرة قد تغير كيف نحن نقوم بالتشخيص وما يخص بإيجاد أو اكتشاف الأمراض نادرة، ويساعدنا في ذلك الذكاء الاصطناعي. هو آلة لتمييز القانونيات في صور الطبية وفي الزراعة مثلا. هناك هذه المنظمات تقوم بتحليل التربة وحالة الطقس، ويستعصد للشركات الزراعية للمزرات، وهي قد تتنبأ حجم المحاصيل باستخدام المصادر. على العموم عن عوامل النجاح في الشركات الناشئة، أنا يتم استخدامه في رعاية الصحة، في الزراعة، في ملاحة بحرية. إذن الآن حاليا التراوح، يعني تقديم يعني معلومات متراوحة، ممكن نحولها إلى الشيء المرئي. ممكن نحن أن نستطيع أن نقوم بتحويل عدم اليقين والغموض إلى النتائج عن طريق تحليل الاختصاصات وتنبؤ الحركة في الأسواق. ما يخص بتحويل التراوح إلى الشيء المرئي، إلى هذا يكون هناك صعوبة. ممكن نستخدم الدقة ووضوح، ممكن نرتب تنبؤ في مرور في الطرق، وممكن نحن نحول عدم اليقين في مجال الاستهلاك الأشياء. نحن ممكن نحدد الخطوات الملموسة لعمل أكثر فعالة في نشاطكم. ومن أجل التوصل إلى نجاح في الذكاء الاصطناعي يتطلب الطريق والسير بطريق طويل، من أول فكرة بعدين تطبيقها وتقييم الفني، تقييم الأسواق، وتقييم الابتكارات في الأسواق، وبعدين تقييم المدير، التي يكون لديه رؤية جيدة حتى يتمكن من توجيه هذا المشروع، ومرورا عبر تقاطع طرق. وفيما بعد نغير المقاربة معتمدة على التعامل والتعاون في إعداد القرارات. أي شركة ناشئة هي تتطلب أو مشروع ناشئ يتطلب تمويلا مثلا في زراعة قبل زرع الحبوب. إذن عن الإمكانيات في مجال العمل المشترك ما نستطيع أن نعمله. المهم جدا أن أريد أن أشرح لكم عن الأخبار. مثلا بتاريخ 4 أغسطس في هذه السنة، السيد الرئيس فلاديمير بوتين هو وقع قانونا، وهو
أدخل المبادئ المصرفية الإسلامية وأشار إلى أن هذا الإنجاز يحدث في أربع جمهوريات الأربع تاترستان شيشنيا داغستان وباشكرتستان وينجز وهذا الخطة تتلخص في أنه سيتم نشرها في عموم روسيا وهذا يعطي فرصة حتى للبلدان في آسيا ومحيط الهادي نتعاون في هذا المجال في مجال الصرفيات في تعاون بين المصارف ممكن أن تتصلوا معي وحتى تدرسوا هذه الإمكانيات والقدرات في هذا القطاع المتجدد مولود منذ فترة بسيطة أليك غنيف من سبير هو قال أن القطاع في مصرفية الإسلامية ممكن ستصل إلى نسبة 40% من الأرباح في أسواق المهم وممكن ستصل إلى أرقام يعني هائلة الكبيرة جدا من المهم أن نجذب الاستثمارات الأجنبية من بلدان آسيان من بلدان آسيوية ولدعم المشاريع الخضراء التي تقلل الانبعاثات الكربونية وما تخص في مشاريع لتوصل إلى مصادر طاقة أكثر فعالية وإلى مشاريع أكثر يوجد في مصرفية هناك يوجد بعض الصكوك ومشاركة ومضاربة وإستيس وهذه آلات يمكن استخدامها لإعطاء ولشراء القروض الكربونية التي تولد في إطار هذه المشاريع يعني المصرفية الإسلامية يمكن هي تساعد في زيادة شدة المراقبة والمسؤولية أمام المجتمع وإن المصرفية الإسلامية ممكن تتوافق وتنسجم جيدا مع الأهداف المسندة أمامنا في مجال تخفيض انبعاثات الكربونية والمخاطر في متغيرات المناخية وهذا الأفاق واعدة للتعاون بين القطاعات المختلفة لكن لسوء الحظ هناك يوجد مشاكل متبقية بسبب أنه هناك نقصاً أحسن توفير المعلومات للسكان ويوجد هناك مشاكل تنظيم ومعايرة في مصرفية الإسلامية بوجهة نظري هذه مشاكل رئيسية المذكورة وأريد في الختام أن أقول بوجهة نظري أنه العقل الإنساني يمكن أن يصبح غير محدودا بسبب ديمقراطية لوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتكون لدينا آلات أكثر لتوسل السعادة والانسجام والصحة للجميع السكان العالم أريد أن أذكر بأن ابتكارات الكبيرة هي تحدث ليس بفضل التقنيات بل في مركز هذه التقنيات وابتكارات هناك أناس بإمكاننا أن نصنع مستقبلنا أكثر استقرارا وبكامل الحدود يلا سنخلق عالم معتمد على الذكاء الاصطناعي الذي سيقوم بإغناء حياتنا شكرا جزيلا على عرضكم ممكن أريد أسألكم سؤالين السؤال الأول ما هو عملية بيزنس عملية أعمال قد يأخذ على وتكه الذكاء الاصطناعي أو ممكن ما هي عمليات ممكن يجعل الإنسان متحررا منها أنا أريد أستفيد من هذه
مستفيد في إندونيسيا لدينا المشاريع مطبقة، لدينا عدد السكان حوالي 270 مليون نسمة، وأغلبية منها تعيش في الجزر المنفردة، وباستخدام هذه التقنيات نحن نعمل أن نشكل البيئة الملائمة للتعاشر للتعاون وللاشتراك عدد الأكبر من الناس في حياة الاجتماعية كخطوة الأولى. نحن نقترح يعني الفرع الرقمنا يكون هناك، هذا الشيء الرقمنا هي ستؤدي إلى زيادة خيرات إلى رفاهية الشعب، يعني ستكون المزارعون يتعاونوا مع بعض، يتعاونوا مع سيدين الأسماك لكي تكون لديهم فرص إضافية لترويج هذه منتوجاتهم في الأسواق، ويفصل هذا منهم سلسلة الوسطاء. شكرا جزيلا على ذلك.